الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن زيد الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائنا أجمعين إلى قيام الدين. أبارك لكم أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون ذكرى ولادة بطلة كربلاء سيدتنا وأولادنا زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله عز وجل بحق هذه المناسبة العظيمة الميمونة أن يفرج عن جميع المؤمنين والمستضعفين والمظلومين، لا سيما شيعة أمير المؤمنين في سوريا وفي البحرين وفي كل بقعة من بقاع العالم، وأن تنكشف هذه الأمة ونوفق لزيارتها صلوات الله وسلامه عليها. حديثي ضمن نقاط سريعة إن شاء الله. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها عندما أريد أن أتحدث عنها وعن شخصيتها فالحديث عنها حديث عن الكمالات التي يطمح إليها كل إنسان راغب في الوصول إلى الكمالات والروحانيات المعلومة. زينب صلوات الله وسلامه عليها التي قد بلغت وفاقت جميع الكمالات التي يمكن للإنسان أن يصل إليها قد بلغتها ووصلت إليها عقيلة بن هاشم. في الحديث المعروف عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أول العلم أو أول الأمر معرفة الجبار وآخره تفويض الأمر إليه. المقامات المعنوية والمقامات الروحية التي يسلكها الإنسان ويصل إليها أو يريد الوصول إليها هي مقامات متدرجة، لا يمكن أن يصل إلى المقام المعنوي الثالث قبل أن يجتاز المقام الأول والثاني، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى المقام العاشر من هذه المقامات الروحية والمعنوية قبل أن يمر بالمقامات الأولية. فمن يريد أن يصل إلى مقام الرضا والتسليم والذي هو أعلى المقامات التي من خلالها يتحقق الإنسان بكل الأبعاد المعنوية والروحية لا يمكن أن يصل إلى هذا المقام دون أن يطوي المقامات السابقة والمتقدمة عليه. وأول هذه المقامات كما يشير إليها حديث مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه أول الأمر معرفة الجبار وآخره تفويض أو تسليم الأمر إليه. عندما نريد أن نبحث عن مصداق هذا الحديث الذي يعكس سلسلة هذه المقامات نجد أن السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها هي المصداق الواضح والمصداق الجلي، لأنها وصلت إلى مقام التسليم ومقام الرضا. وهذا ما عكسته كلمتها عندما سألها الطاغية بن زياد ماذا رأيت صنع الله بأخيك وبالعتاة المرد من أهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميل. هذا مقام التسليم الذي هو أعلى المقامات. لم ينقل لنا التاريخ الذي اختص
وسلط الضوء على واقعة كربلاء وتابع أحداث كربلاء في أدق دقائقها. تاريخ كربلاء تابع قضية كربلاء في أدق ماذا؟ دقائقها وفي أدق تفصيلاتها. تابع واقعة كربلاء ولكن لم نجد أن التاريخ قد نقل لنا ما يدل على دخول ضعف أو وهن أو صدور كلمة أو سلوك عن السيدة زينب سلام الله عليها ينم عن عدم تسليمها، بل كل ما رافقها من أحداث وما شاهدته وما عاينته وهي أحداث ممضة ومؤلمة وموجعة للقلب كلها تدل على رضاها وتسليمها لله سبحانه وتعالى. قوم كتب الله عليهم الكتاب وسوف تحشر وتساءل. وهكذا في كل هذه المواقف التي أراد ابن زياد أو يزيد أو غيره من الطغاة الذين حاولوا أن يسجلوا على السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها كلمة أو موقفا ينم عن عدم تسليم وعن عدم رضا لم ينقل لنا التاريخ كما قلت على متابعته وعلى مواكبته لكل أحداث كربلاء منذ خروج الحسين صلوات الله عليه من المدينة إلى مصرعه إلى أسرهم صلوات الله وسلامه عليهم إلى عودتهم إلى المدينة لم يكن هناك غير الرضا والتسليم. فهذا المقام الذي يصل إليه الإنسان وهو مقام التسليم لا يمكن كما قلت ابتداء أن يصل الإنسان إلى هذا المقام من دون أن يطوي المقامات المتقدمة عليه. أيا كانت هذه المقامات التي يذكرها العرفاء وأهل علم الباطن والمعرفة هي 20 مقام 30 مقام أيا كانت هذه المقامات فالسيدة زينب عندما عكست لنا هذا الموقف وهذه المواقف المتعددة من التسليم والرضا بقضاء الله وقدره على كل تلك المصائب التي لازمتها وشاهدتها ولاحقتها طوال حياتها من فقد الأحبة والأعزة وما جرى عليها من المصائب دلل على أنها كل هذه المقامات التي يصل إليها الإنسان قد اجتازتها السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها ووصلت إلى أعلى مقامات المعرفة المعنوية وهو مقام التسليم. أول الأمر معرفة الجبار وآخر الأمر تسليم وآخره تسليم الأمر إليه. فمعناه أنها قد انطوت على مقام المعرفة بالله سبحانه وتعالى بالمبدأ جل وعلا إلى آخر مقام من هذه المقامات المعنوية والمعرفية وهو مقام التسليم. فأي موقع احتلته هذه السيدة الجليلة وأي نموذج تقدمه السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه للنساء والرجال. بهذا نستطيع أن نقول أن السيدة زينب تكون تالي تلو السيدة الزهراء على الأطلاق، وليس هذا يعني مجازفة أو مغالاة، لأنه كما قلت أن أعلى مقام يصل إليه الإنسان العارف السالك إلى الله عز وجل هو مقام التسليم. وقد دللت سيرتها صلوات الله وسلامه عليها على وصولها إلى هذا المقام، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا المقام دون أن يجتاز سائر المقامات. فمعناه أنها قد حوت كل هذه المقامات الروحية والمعنوية، فأي فضل حازته صلوات الله وسلامه عليها. وأما حديث الذي يرويه البعض بلغ من الرجال كثير ولم يبلغ من النساء إلا 4، فليس المقصود به تفضيل سائر النساء على السيدة الزهراء سلام الله عليها على السيدة زينب، لا، وإنما تلك النساء بلحاظ عالم
وهذا ما دلل عليه الحديث الآخر الذي يرويه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاطب الزهراء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الزهراء فقال: أنت سيدة نساء العالمين. سيدة نساء العالمين. أما الزهراء في الرواية فهو عائشة قالت: ومريم ابنة عمران. مريم ابنة عمران أيضا سيدة نساء العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وآله: تلك سيدة نساء عالمها. تلك سيدة نساء عالمها. أما أنت فسيدة نساء العالمين على الأطلاق. ومعناه أن من ذكرنا في الحديث من آسة بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد فهن سيدات لعالمهن فقط. وأما السيدة زينب فهي تأتي في المرحلة التالية بعد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث حولها بعد هذه الإلمامة السريعة بفضيلة من فضائل السيدة زينب صلى الله عليه وسلم عليها وملوها المقامات المعنوية والروحية، أذكر ما خصصت له الكلمة وهي العفة وتحديات العصر. أولاً أذكر ثلاث روايات تيمناً وتبركاً بأهمية هذه المفردة والقيمة الأخلاقية والمعنوية في منظومة الأخلاق ومنظومة القيم الدينية، وبعد ذلك أعقب عليها بشيء من الحديث. الحديث الأول الذي وددت أن أتيمن بذكره عن أبي عبد الله الصادق صلى الله وسلامه عليه قال: كان أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول: أفضل العبادة العفاف. حديث يرويه الصادق صلى الله وسلامه عليه عن جده أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه. مفاده أن عندما نريد أن نبين الفاضلة بين مفردات القيم مفردات العبادة فإن العفة تأتي في أول هذه الفضائل القيمية والعبادية. أفضل العبادة العفة. الحديث الثاني عن أبي بصير قال: رجل لأبي جعفر: إني ضعيف العمل قليل الصيام، ولكني أرجو أن لا آكل إلا حلالا. قال: فقال له: وأي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج. شخص يقول الإمام الصادق في مسألة العبادة والصلاة والصيام والقرآن ومستحبات إنسان ما عنده شيء بالكلام، قد ضعيف العمل قليل الصيام، لكن عندي شيء معاهد الله سبحانه وتعالى على أن لا أكل إلا ماذا؟ حلال. الإمام شوف جوابه، المسألة مو كثرة صلاة وصيام وقراءة قرآن ونكثر في برنامجنا اليومي من هذه المفردات، لكن نغفل عن جانب ماذا؟ آخر. الإمام قال: وأي اجتهاد أفضل من عفة بطن النظر. هذا الإنسان لما يعاني على نفسه أن لا يأكل إلا حلالا هذا هو هي العبادة، هذا هو الاجتهاد. ليس الاجتهاد أن لا تفوته صلاة ليل في ليلة واحدة، ليس كثرة الاجتهاد بالحرص على ختم القرآن وإن كان له هذا أهمية، ليس كثرة الاجتهاد بالحرص على أن يلتزم الإنسان بقراءة زيارة عاشوراء الشريفة أو بغيرها من الزيارات والأعمال، إنما الاجتهاد أن يحرص الإنسان كل الحرص على أن لا يدخل في جوفه إلا ماذا؟ حلال. البعض مع الأسف يعيش هي الازدواجية لا يفارق القرآن، يكثر ماذا؟ من الصلاة والصيام والدعاء، ولكن يعيش مفارقة فجة تجد لا يبالي في الشبهات ويقتحم المحرمات. شبهة ما بالها؟ تقول له هذا عملك فيه شبهة، لا يخلو من شبهة،
عمل في البنك قسم الرضويات حرام. يقول له شلون يعني أنا دارس وتاعب إلى آخره وهذه وظيفة، ومن يقول أنني ألقى ماذا وظيفة يصر على أن يقوم بهذا العمل الذي هو مورد إشكال شرعي ويؤكل أهله وعياله ونفسه ولا ذنب له، مع أنه ما يتخلف عن الحضور في المساجد، ما يتخلف ماذا عن الحضور في الجماعات، لا تفوته فريضة، لكن ما يقدر يقول أنه أو شخص يروح يعمل في فندق، هذا الفندق موجود بكرة فساد يعمل في الفندق، يقول هذا عمل في شبهة، هذا اللقمة التي تحصل عليها من هذا الأجر فيه شبهة، لكن لا يبالي، ويظن أن التدين والالتزام هو عندما لا يتخلف عن الحضور في الجمعة والجماعة ولا تفوته فريضة ولا نافلة، يحرص على زيارة الأربعين وزيارة عاشوراء وإلى آخره، لكن لا يبالي في لقمة العيش. الإمام يريد أن يلفت نظرنا إلى أن أفضل الاجتهاد وأشد الاجتهاد أن يحرص الإنسان على أن لا يأكل ولا يؤكل من يعيلهم إلا ماذا حلالا، وأي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج. حديث آخر أذكره وأختم هذه النقطة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاث أخافهن بعدي على أمتي: الضلال بعد المعرفة، مضلات الفتن، وشهوات البطن والفرج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من موقع كونه الحريص على استقامة هذه الأمة، من موقع مسؤوليته وحرصه على أن تلتزم هذه الأمة بالهدى الذي جاء به، في كثير من الأحاديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور مستقبلية: أخوف ما أخاف على أمتي الحرص طول الأمل، وإلى آخره. ليش؟ لأن هذا هو موقع المسؤولية والحرص على استقامة الأمة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ثلاث أنا أخشاهان: الضلال بعد المعرفة، إنسان بعد أن من الله عليه بالمعرفة وإذا هو يضل، هذه واقعة يعني موجودة ومستمرة. هناك من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول حق من عند الله بعدين ينكر نبوته، أو سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينص على علي بالإمامة والخلافة في أكثر من موقع وأكثر من موطن، ثم بعد ذلك يتنكر لهذه النصوص يقول لا، النبي ما أوصى والنبي ترك الأمة بلا وصية. هذه ماذا؟ ضلال بعد المعرفة. إنسان يأتي إلى الحوزة ويبقى فيها فترة يستقي من علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بدلا من أن يعمق الإيمان في نفوس الناس، بدلا أن يشد الناس إلى معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وإلى علومهم، وإذا هو ماذا؟ ينشر التشكيكات وينشر ماذا؟ الشبهات، ويظن أن هذا هو المسؤول. هذا هو الضلال بعد المعرفة، هذا أمر واحد. مضلات الفتن، الفتن كلها ماذا؟ ما فيها استثناء، كل إنسان معرض ماذا؟ للفتنة في المال وفي الولد وفي غيره، لكن مضلات الفتن خطيرة أيها الأخوة، جدا خطيرة مضلات الفتن. ولذلك هذا الحديث دائما أو هذا الدعاء دائما إنسان يقرأه ويدعو به: أعوذ بك من مضلات الفتن. ليش؟ لأن الإنسان قد يسقط في فتنة المال، يجتاز فتنة المرض وفتنة الفقر وفتنة، لكن فتنة المال يسقط فيها. آخر لا، يجتاز فتنة المال وفتنة الفقر لكن فتنة النساء يسقط فيها. آخر يجتاز فتنة المال وفتنة النساء وفتنة الفقر لكن يقع في فتنة الجاه وحب الشهرة.
يسقط في هذه الفتنة، هذه مضلات الفتن، يهلك إنسان لأنه سقط في امتحان وفي فتنة الجاه وفتنة حب الشهرة والظهور. إنسان قد يجتاز هذه الأمور، فتنة المال وفتنة النساء وفتنة الفقر وفتنة الجاه والمال، لكنه يسقط في فتنة الأنا ويرى أنه هو هو وهكذا. هذه فتن ما منا إلا ويتعرض لها، لا يوجد استثناء، ليس هناك استثناء من هذه السنة الإلهية في مضلات الفتن. لكن شلون الإنسان يعرف أن هذه مضلات الفتن؟ هي امتحان، مثل لا إذا نطيع من النقطة، مثل الإنسان يوجه الامتحان الممتحن يعرف في وين نقطة ضعفه، فهني امتحن في نقطة ماذا؟ ضعفه. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتوسل ويدعو الله عز وجل بلسان صادق أن يعيده من مضلات الفتن. ثم يقول وشهوة البطن والفرج، هذه من الأمور المخيفة. كم من إنسان باع دينه في مقابل ماذا؟ شهوة بطن. كم من إنسان لهث وسقط في مقابل شهوة الفرج؟ تاريخ مليء والأحداث ماذا؟ مليئة. إذن مسألة العفة مسألة مهمة، هي سياج تراقيها الأخوة باستقامة الإنسان وحصانة الإنسان، ولا ينبغي لنا أن نقلل من قيمة هذا المبدأ الأخلاقي القيمي الروحي، وعلينا أن نسعى للتحلي بهذه القيمة المعرفية المعنوية وهي قيمة العفة. النقطة الثالثة، احنا لما نتحدث عن العفة مو فقط نريد نتحدث عن العفة فيما يرتبط بحجاب النساء وسلوكيات النساء. هذا احنا مشكلتنا ايها الأخوة، اننا دائما يعني اما ان نضيق المفاهيم ونحددها، مثل إنسان يحدد الصدقة دائما بالفلس اللي يدفعه، مين يدري أن هناك نماذج ومصادر للصدقة عليه أن يهتم بها كما يهتم لصدقة الدرهم، إدخال السروج وتفريج الكربة، السعي لقضاء الحاجة إلى آخره مما ورد في الروايات، هذه كلها صدقة. لكن احنا نجي نضيق هذا المفهوم ونقول ان الصدقة فقط انا ما اطلع الدينار واخليه في الحصالة او اعطيك غيري هذه الصدقة. قد انسان ليس بهذه الصدقة، لكنه ماذا؟ عندما يسمع عن شخص مهموم محزون يسعى الى ماذا؟ ان يدخل البهجة والفرحة والسرور في قلبه، وهذه هي في بعض الاحيان، في بعض الاحيان قد تكون اكثر اثرا من الصدقة المادية. العفة يعرفون مقتصرة على جانب النساء، وإن كان هناك مع الأسف اليوم نشهد تراجع في نموذج الحجاب، نموذج الحجاب الآن ماذا نشهد له؟ تراجع واسع، ومع الأسف ما نشهده من تأثر بالموضات، حتى الحجاب أردنا أن ندخله ضمن الموضات ما شكل، هذا تراجع في الحجاب النموذجي الشرعي. الحجاب النموذجي الشرعي مو قابل للموضة، مثل الصلاة، الصلاة اليوم تقدر انه يعني تدخل فيها الموضة وتدخل فيها حداثة ولا اخره، تقول اليوم بركع بركوع شكل، هذه امر عبادي ثابت ما يمكن انه ماذا يدخل عليه التطور. الحجاب ايضا امر عبادي ما يمكن ان احنا ماذا ندخل فيه الموضة، لكن مع الاسف احنا صرنا هالشكل، الموضة دخلناها في الحجاب وتأثرت عفة النساء بهذه الموضة. غرضي اننا لما نريد نتحدث عن العفة يروحون فقط العفة بالنسبة الى النساء وما يتعلق بحجابهن وحيائهن، لا، حتى الرجل مطلوب منه العفة اليوم على الأسف، كما ان هناك تراجع على مستوى العفة في الحجاب والحياة عند النساء، هناك أيضا تراجع على مسار العفة ومستوى العفة عند الرجال. كم من
من لا يتورع من ملاحقة النساء بنظرانه. خلت امرأة كانت متحجبة حجاب أو غير حجاب ظاهر مفاتنها، من منا من يعف ماذا عين أو يعف نظره، شوف لاحقها بنظراته. هذا تراجع على مستوى كم من الرجال مع الأسف، وهذه مسألة مؤلمة، من يلاحق ويتابع ويشاهد المواقع الإباحية الصارخة الفاضحة من الرجال. تأتينا الكثير من القضايا، كثير من المشاكل الزوجية اللي نجي نسمع لها أو التي تأتي لنا، المرأة تعاني من هذه المشكلة، أن الزوج لا يشعرها بأنها زوجة له، ولا يشعرها بأنها أنثى بجنبه، ولكن طوال الليل مع ماذا؟ التلفون وغير التلفون، هي المواقع الإباحية. هل متراجع على مستوى العفة عند الرجال؟ كم من الرجال يهمل دور الأبوي في البيت، لا يعرف إلا العمل والسهر خارج البيت والسفرات، كثير ترى كثير من الرجال أيضا هذا الشيء، وهو أنه لا يعرف إلا العمل، يطلع من الصبح يرجع الساعة 8:30 و9 وكأنما الدنيا فقط كلها ماذا؟ عمل، وبيته وأسرته وزوجته وبناته وأولاده ليس لهم نصيب من وقته، وإذا جج تعبان قاعد على الكنفة أمام التلفزيون تعشر وما تعشر ونخر مو هالشكل، ومن يدري بعد شنو هذه بنته، شنو وين رايحة وين جاية، شنو من وضعها في المدرسة، شنو صداقاتها، ما يدري، ليش لأنها بعد صايمة قالك هالشكل، يطلع من الصبح للعمل يرجع 8:30 لو تقول له أنت ليش، يقول بعد هذه لقمة العيش والرزق وتريدون وتريدون، هي موجودة مشكلة عندنا اليوم، ولكن يهمل مراقبة ابنته وبناته وخواته، ما يتحدث اليوم عن مسألة الحجاب، أليس هذا تراجع على مستوى العفة عند الرجال؟ هل هذا هو من العفة؟ يعني لما نتكلم عن العفة فقط مسألة الزنا والعياذ بالله؟ لا، قلما من الناس من يزني الفاحشة، لكن هناك مستوى في العفة لها مستويات، والمطلوب لما الروايات تتحدث أفضل العباد العفاف، فقط عن الزنا، عن كل ما يؤثر ويؤدي وينتهي بنا إلى هذه الحالة، سواء كنا رجالاً أو كنا نساء. وعندما نريد أن نتحدث عن العفة أيها الأخوة، لا يعني فقط أن هي العفة مختصة بالنساء، صار الشكل في ذهننا، لما نتكلم عن العفة ويطرح عنوان العفة يظن أن العفة يعني هذا الرجل رجل الدين، أو أنه هذا العالم، أو أن هذا الخطيب يتكلم عن الحجاب والتبرج وظهور النساء متعطرات وتراجع نموذج الحجاب الشرعي وهكذا، صار عندنا الشكل. لكن من يتبادر إلى ذهني من عنوان العفة متابعة الرجال للمواقع الإباحية؟ من منا يتبادر إلى ذهني عندما نتحدث عن العفاف مسؤولية ودور الأب الأسري في الحفاظ على حجاب بناته وعلى عفتنا، ليس هذا من عفة الرجل؟ من منا يتبادر اليوم على سفاتنا بعض الشباب، بعض الناس هاي مشاكل طاجبها واقعنا، وين قال طالع دبي يومين ثلاثة، رجع اتصلوا بشيء خلنا نروح السعودية، وين رجع تصرف، وهكذا العراق وهكذا، والأسرة متروكة، هذه المرأة صارت ماذا تتحمل أكثر من دور، أكثر من مسؤولية، مسؤوليتها تودي الأولاد الأولاد في المدارس، والأم موجودة على سيارة ماشكل، هي تروح تودي الأولاد المدارس، هي تتابعهم، هي تلاحقهم، هي تذهب حتى إلى شراء الخبز والبرادة، وبعد ذلك نريد الطالب من نسائنا أن لا تحتك بالرجال، مخير للنساء أن لا ترى الرجال ولا الرجال تراها، أي قيمة معنوية، لكن اليوم إحنا مع الأسف قللنا من شأنها ورميناها وقلنا لا، هذه من الموضوعات بعد عن هذه من القيم الدينية ترى، ولكن
ولكن احنا اسقطناها وخلينا المرأة يعني اضطرت المرأة الى هذا الاسلوب واضطررناها نتيجة السياسة الخاطئة او السلوك الخاطئ الذي نمارسه كرجال انها تروح هي الى البراد والى المنحمه والى الخباز والى 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 اطرافها والزوج ماذا يروح يعمل يجيب الراتب وينتهي. صارت فتره عطله قال اسافر من الشباب الشمال. واهلك واسرتك اليس توفير الجو الاسري الحميم هو من العفاف من وسائل واساليب تهيئه العفاف. ختاما مساله العفاف هي مساله لا تخص النساء فقط انما هذا موضوع في جوانبه بعض جوانبه يرتبط بالنساء في بعض جوانبه يرتبط بالرجال. من الخطا ان نقصر مفهوم العفاف الذي هو من المفاهيم والمبادئ الاخلاقيه العاليه بجانب هنا جانب. نسأل الله سبحانه ترى هذا جاب لي ورقة مو من انتهاء الوقت وإنما يقول الجمع هذه الليلة لشؤون المساجد الجمع هذه الليلة عندكم لشؤون المساجد. هذا الدرهم أو المئات فلس اللي إحنا نخلفه هو له ماذا أثر والمساجد لها احتياجاتها المتعددة والحين بعد الأوقاف ماذا ما شاء الله ما انتصر أوقافنا قائمة الدور زايدة هي أوقاف الجعفرية ما انتصر تروح إلى المسجد تقول لهم ترى ما في مكيفات يقول ما عندنا زايدة كلينكس صابون يقول ما عندنا لكن كتاب يطبع بأحسن جلادة بأحسن غلاف ويفرض فرض على مساجدنا هذه أول مرة نسمعها أول مرة نسمع بهذا الشيء أن رجل دين يفرض ماذا كتابة فرض حتى الأخلاقيات الحوزوية ناسيناها واحد يألف كتاب لفرض أن تخلون ماذا في مساجدكم فرض. هذا يذكرني بقضية موطأ مالك أنا بس أختم مالك لما كتب كتاب الموطأ وكان مالك علاقة بالسلطة علاقة قوية تامة متناغمة منسجمة راضي عنه وراضي عن الله. شو يقولون مثلا مثال سمن على عسل مالك السلطة هالشكل سمن على عسل. هارون الرشيد فرض أنه لا يفتن ولا يخطب ولا يعلق موطأ مالك وصار كتاب مالك والكتابة الرسمية الحضار يقضون على وفقه الخطباء على وفقه الوعاظ يتكلمون في ضمن ماذا مدار يا آخرين يوم الشكل بعد على أي حال هي الأوقاف هالشكل أموال الأوقاف بهذه الطريقة وبعد ذلك ماذا تطلب منهم مساجد كلينكس ما كلينكس فراش ما فراش ما هو ميزان فعلى أي حال يقدرهم مئة في الفلس والدينار تسهم في تسهيل وقضاء حوائج بيد الله ولا شك ان هذه النفقه مخلوفه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح وان يجعلنا واياكم من المتمسكين بهدى محمد وال محمد وان يحقق امالنا ويفرج عنا ويقضي حوائجنا بحق سيدتنا ومولاتنا عقيلة بن هاشم سيدنا ومولاتنا زينب بالكبرى صلوات الله وسلامه عليها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.